كل هذه الامور مع مدير اداره الاعلام باتحاد الكره كابتن عازم مجاهد. بالتاكيد النهارده بيغيب عن حلقتنا طبعا زميلي وصديقي دكتور كرم كردي لانه خارج البلاد مسافر. نتمنى ليه العوده بسلام ان شاء الله ويكون معانا في الحلقه القادمه. يمكن هبتدي مع حضراتكم لغايه بس ما يوصل كابتن عزمي مجاهد لظروف الطريق. يمكن طبعا تم الغاء مباراه مصر وبوروندي المفترض انها تقام يوم الخميس 21 من هذا الشهر، ولكن لظروف سياسيه في بوروندي لم يصل فريق او منتخب بوروندي مصر هنا، وبالتالي تم الغاء مباراة بوروندي وتم إلغاء المعسكر كمان لأنه كان مفترض أنه نادي الزمالك هيصل ولاعبيه هيصلوا النهاردة من الكونغو، يصلوا المعسكر في اسكندرية النهاردة. النادي الأهلي لاعبيه كمان كان مفترض ينضموا للمعسكر، ولكن تم الاتفاق بشكل أو بآخر، وهنتعرف تفاصيل أكتر طبعا مع كابتن عازم مجاهد او مع طبعا سياده العميد سارة سليمان المدير التنفيذي للاتحاد الكره، نتعرف منه اكتر على ما تم وما سيتم الفتره القادمه، وهل فعلا هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر غاضب من الغاء هذه المباراه ولا لا. سياده العميد مساء الخير. الخير يا كابتن عشرين، ازاي حضرتك؟ الحمد لله، ربنا يخليك. سياده العميد، يعني تم الغاء المباراه وللاسف يمكن الحقيقه لظروف خارجه عن اراده الاتحاد وانا عارف ده، ولكن اعتقد ان هيكتور كوبر غاضب بشكل شديد جدا، اللي كان عنده امل ان يبقى فيه على الاقل بدايه مع منتخب مصر اللي يعني لمعرفه اللاعبين بشكل اكتر. يعني طبعا وقبل ما اكلم حضرتك، مش كابتن عزمي مع حضرتك في الاستوديو ولا لسه؟ لسه كابتن عزمي هيشرفني بعد دقائق قليل. متاخر علينا يا سياده العميد. لا هو عنده بس مؤتمر ضد العنف وكده في وزاره الرياضه، فاعتقد ده سبب التاخير. عاوز اقول لحضرتك ان طبعا مستر كوبر ما فيش حاله غضب ولا حاجه، لانه طبعا يعي تماما ان اللي حصل ظروف خارجه مستحدثات مش في ايد اتحاد الكوره ولا في ايد اتحاد البوروندي، لان اتصال تليفوني من سياده السفير ياسر رجب النهارده الصبح بالكابتن حسن فريد المشرف عام على المنتخب، وبلغوا ان الحاله السياسيه والامنيه كمان هناك غير مستقره، ان هم اغلقوا المطار تماما والمجال الجوي اتقفل، فبالتالي مفيش طيران لا خارج ولا داخل لبوروندي. ده موضوع طبعا كان المنتخب موجود بوروندي موجود في المطار، وبالتالي اخترنا مستر كوبر بالكلام ده. كانت رؤيته ان هو طالما مفيش مباراه هتقام يوم 21 يبقى اللعيبه ترجع لانديتها افضل، وخاصة ان حضرتك زي ما انت شايف الدوري ماشي كويس بصورة قوية جدا، وهو وفي انتظام الحقيقة يعني الفترة دي الحمد لله. يعني عشان كده بقول لك كابتن اشرف، يعني الموضوع ظروف خارجة عن ارادة اتحاد الكورة وخارجة عن ارادة اتحاد بوروندي، كان كل الامور متاحة وفي اتفاق على المباراة، تذاكر كانت عندهم، قدر الله ما شاء فعل. ولكن للاسف سياده العميد ما فيش وقت للبديل، يعني ما عندناش وقت اننا ما عندكش وقت للبديل، لان المباراة اصلا دي كانت خارج الاجندة الدولية كمان، يعني خارج الاجنده الدوليه، وكان في تنسيق ما بين الكابتن عامر حسين وما بين المستر كوبر على ان يتلعب ماتش في التوقيت ده في ظروف صعبه. الجدول الدوري مخنوق جدا، مش مستحمل انك انت لا تاجل ولا ترحل اي ماتشات، فبالتالي حضرتك يعني كان يوم كده يعني. طب هل يتم تعديل في الجدول؟ هيتم تغيير في الجدول؟ لا، الماتشات يوم السبت عادي والجدول ماشي عادي. عندنا المعسكر الجاي ان شاء الله يوم 5/6 هيكون في ماتش ملاوي 8، ماتش 14 هيكون تنزانيا. النهارده حصل برضو اتصال تليفوني كان ما بين الاستاذ جمال علام الاتحاد وكابتن هاني بوريدا علشان ماتش في الجزائر ان شاء الله مع الجزائر المنتخب الاولمبي، هيكون يوم 11 ان شاء الله. فكل الترتيبات يا كابتن اشرف انت بتعملها وتنظيميا، لكن برضو المستجدات دي مش بايدك انت، ويعني لا احيانا بتبقى الامور خارجه عن الاراده، وده طبعا يعني ما فيهوش كلام يعني سياده العميد الحقيقه. عشان كده بقول لحضرتك احنا يعني بالراي اولا الجدول، بالراي ان الدوري يستكمل، وفي الحاجات الثانيه دي بتبقى يعني ترتيبات معينه تخدم المنتخبات. سيد العميد ثروت سويلم مدير تنفيذي اتحاد الكره، انا بشكر حضرتك ودايما كده يعني بتجيب لنا الجديد وبصراحتك الحقيقه المعهوده، يعني بشكرك سيد العميد. يعني خليني بعد المكالمه دي اخرج لفاصل وارجع استقبل ضيفي العزيز وكابتننا طبعا كابتن عزمي مجاهد مدير اداره الاعلام باتحاد الكره المصري، وكلام هام جدا جدا عن علاقته باتحاد الكره في الفتره اللي فاتت وما سيتم
خلال الفترة القادمة والانتخابات القادمة لاتحاد الكرة وعلاقته بنادي الزمالك، ولكن بعد الفصل.